يعتبر الفقر الآن أحد أشكال العنف التي يتعرض لها الإنسان. تريد أن تصبح غنياً وتنسى حياة الفقراء، تحلم بذلك كل يوم، لكن لا تعرف كيف تحول حلمك إلى حقيقة. فشلك في تحقيق رغبتك والابتعاد عن دائرة الفقر يرجع إلى أنك لا تعرف من أين تبدأ، أو أنك تعرف ولم تبدأ بالفعل. تاريخياً، الفقراء هم البشر غير المرئيين، شخوص خرساء لا صوت لهم ولا صورة، كآثار عابرة تركها عنهم من لا يعانون الفقر. عدوهم الأول والأخير هم الأغنياء، وحبهم الأبدي هو الغنى. التاريخ لم يعرف للفقراء حضوراً أو صوتاً، فالتاريخ لم يكن ينقل لنا سوى سير وحكايات الملوك والأمراء والحكام وأبطال المعارك العسكرية، سواء في لهوهم أو في عنفهم. لم يذكر الفقراء إلا في معرض الشفقة وطلب الإحسان، من يسقط في حالة الفقر كمن يسقط في حفرة ويهوي في ظلمات الحاجة والعوز. الفقر يعني السقوط والتدهور وانكسار الظهر. غالباً ما يكون الفقر مسؤولية صاحبه أو قدره، ليصبح عندها كعاهة لا يمكن الاعتراض على وجودها. نعم، انتظر الفقراء بتواضع على عتبة التاريخ حتى مطلع القرن الماضي قبل أن يتم التعرف عليهم، لكن بشروط فرضها أيضاً المؤرخون الذين كان همهم جر الفقراء إلى الهامش. فكما يقول الشاعر: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. ولكي نتوقف عن المعنى الحقيقي للفقر، فالفقر هو الحالة أو الوضع الذي يحتاج فيه أي شخص إلى الموارد المالية والأسس الضرورية للتمتع بأدنى مستوى من الحياة والرفاهية الذي يعتبر مقبولاً في المجتمع الذي يعيش فيه. آثار الفقر: للفقر آثار خطيرة تتجاوز مجرد الافتقار إلى الدخل أو الموارد أو ضمان مصدر رزق دائم. فعلى سبيل المثال، الأطفال الذين ينشأون في بيئة فقيرة يعانون من مشاكل صحية بشكل مستمر ومتكرر أكثر من الأطفال الذين ينشأون في ظل ظروف مالية أفضل. فالعديد من الأطفال الرضع المولودين في الأسر الفقيرة لديهم وزن منخفض عند الولادة، وهذا يرتبط بالعديد من المشاكل الجسدية والإعاقات العقلية التي يمكن الوقاية منها، كما يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للموت قبل إتمامهم عامهم الأول. كما أن الأطفال الذين ينشأون في بيئة فقيرة يميلون إلى التغيب عن المدرسة في كثير من الأحيان بسبب المرض، ولديهم أيضاً نسبة أعلى بكثير من الإصابات من الأطفال الآخرين، فقد يكون لديهم ضعف في الرؤية والسمع وفقر الدم بسبب نقص الحديد ومستويات عالية من الرصاص في الدم، والتي يمكن أن تضعف وظيفة الدماغ. الفقر ليس أمراً هيناً على أي شخص، بل هو مشكلة كبيرة تواجهه في حياته. وفي هذه الحالة يكون الإنسان في احتياج بشكل كبير إلى متطلبات الحياة الأساسية، فأبسط الاحتياجات غير قادر على توفيرها لنفسه أو لأسرته. فيما يلي 5 أشياء يجب التوقف عنها إذا كنت تريد أن تصبح غنياً. أولاً، الإنفاق فوق إمكانياتك. معظم الفقراء ينفقون أكثر بكثير مما يكسبون، ولا شك أنك تعرف أشخاصاً يعيشون في مديونية من أجل شراء سيارة أو هاتف باهظ الثمن وغيرها من السلع الاستهلاكية دون انتظار أوقات التخفيضات السنوية، أو يشترونها دون أن يكونوا في حاجة لها. في المقابل، يلتزم الأغنياء بالإنفاق في حدود إمكانياتهم. ثانياً، الاستيقاظ متأخراً جداً. أثبتت الدراسات التي تهتم بحياة الفقراء والأغنياء أن أكثر من نصف رجال الأعمال يستيقظون قبل 3 ساعات على الأقل من بدء يوم العمل. ثالثاً، الشعور بالكراهية إزاء وظيفتك. معظم الأشخاص الذين حققوا نجاحاً مالياً يقرون بأنهم كانوا يحبون ما يقومون به، بينما لا يرى الأشخاص من ذوي الدخل المنخفض سوى الجانب السلبي من عملهم. رابعاً، عدم الرغبة في التعرف على أشخاص جدد. الأغنياء يحبون التعرف على أشخاص جدد، وقد عبر أكثر من 80% من الأثرياء عن إعجابهم بالأصدقاء الجدد، بينما شعر أقل من 1% فقط من الفقراء بنفس الأمر. خامساً، الإيمان بالقدر. الثقة في إرادة القدر قد تكون مفيدة في بعض الأحيان، ولكن بالنسبة للمشكلات الخطيرة يعتقد الأغنياء أنهم قادرون على تحديد طريقة حياتهم الخاصة،
ولكي تجعل مسافة بعيدة بينك وبين الفقر، يجب عليك أن تدرك هذا: إن بناء الدخل السلبي إلى جانب دخلك الأساسي من أنجع الطرق التي ستمكنك من تحقيق حريتك المالية والرفع من قيمة استثماراتك، وبالتالي تنمية أموالك بأضعاف مضاعفة. ويعد الاستثمار في العقار من أسرع طرق بناء الثروة على مر الزمن. كل ما تحتاجه هو معرفة أساسيات الاستثمار لتتمكن من وضع خطة استثمارية تساعدك على تنمية أموالك بالقدر الذي تريد. إذا لم يكن راتبك يسمح لك بالبدء باستثمار الكثير من المال، يمكنك البدء في الادخار أولاً. يمكنك ادخار بعض المال الصغير كل شهر حتى تحصل على مبلغ يمكنك استثماره. يهدف أي مشروع مربح إلى تحقيق الثراء وتحقيق الربح، لكن النجاح لا يتحقق دائماً بالطريقة التي نريد. لذا احذر أن تدفعك رغبتك في تحقيق الثراء السريع إلى وضع كل ما تملكه في مشروع واحد، لأن النهوض بعد الفشل في هذه الحالة يكون صعباً. وتذكر دائماً أنه من الحكمة ألا تضع كل أموالك في مشروع واحد فقط، كما ولا يجب أن تتورط في عمل لا تفهم فيه أو لا تؤمن به. تحرى جيداً قبل استثمار أموالك في أي شيء، واستفذ من أصحاب الخبرة الذين يشهد لهم الواقع بذلك. الفقر قميص من نار، وتذكر دائماً أنه عندما تصل المصيبة إلى ركبة الغني تكون قد اجتازت رقبة الفقير. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واضغط لايك للفيديو إذا أعجبك. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.